هل يجوز أن تسافر جماعة من النساء لأجل العمرة مع رجل واحد ليس محرما لإحداهن؟ لا، هذا حرام. كيف تروح للعمرة وهي مستحبة وتعمل الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، سيرة يومين وسيرة ثلاثة أيام مطلق سفر، ما يجوز هذا إلا مع محرم. كيف تروح تبي الأجر وهي ترتكب محرم وهو عدم المحرم؟ نعم.